سلام يا جماعة، كيفكم؟ شو أخباركم؟ رجعنا لكم بالجزء الثاني من فيديو عمل الجاعد للخروف. خليكم معنا، خلينا نورجيكم المرحلة الثانية واللي هي بعد ما ملحنا الخروف ونشفناه تماما. الآن إجا الوقت اللي إنا نشتغل فيه. فزي ما انتم شايفين عنا برميل هون، راح نعبيه مية تقريبا ربعه ونحط فيه سائل جلي وننقع فيه الجاعد لمدة 3 ساعات. طبعا الأفضل إنك تنقعه قبل بيوم أو مثلا تخليه يومين منقوع، لكن بسبب إحنا بجو بشهر واحد يا جماعة، وزي ما انتم شايفين أنا لابس نص كم، فالجو كان غير متوقع، درجة الحرارة ممتازة، فقلنا بما إنه الجو منيح خلينا نعمله ونستغل الفرصة هاي بدل ما نستنى للربيع. فعشان هيك راح ننقعه لمدة ساعتين أو 3 ساعات حتى يرجع طبيعي زي كأنه فريش، وبعدين بننتقل للمرحلة اللي بعديها. فلا تنسوا المتابعة والاشتراك في القناة يا جماعة، وخليكم معنا عشان تشوفوا البروسيس ستيب باي ستيب. هاي الجاعد يا جماعة، شايفين بعد التمليح كيف قاسي، ناشف 100%. فهذا ملح كله، حاول تكت الملح قد ما تقدر عنه بس عشان المية. الآن ننقعه، الآن إذا في عندك عصاية أو شيء تمسكه زي هيك، بلش تضغط فيه تحت، خليه يتغطس بالمية تماما. هيك يا جماعة بنتركه لمدة 3 ساعات، نشوف يعني حسب، نشيك عليه ساعتين 3 ساعات. لازم يكون طري زي كأنك توك ذابح الخروف، عرفتوا كيف؟ حتى تقدر تعمل له الاسترتش الكامل. طيب حبايبنا، اجى الوقت ان نطلعه، خلاص صار له 3 ساعات، فخلينا نشوف كيف. تمام، شايفين كيف طري؟ رجع كانك يعني ذابح الذبيحه اول هسه يعني مباشره. كله طري، نورجيكم بشكل أقرب، شايفين كيف؟ فطبعا الحفاف لسه فيها قساوة شوي، بس ما هي أغلب الحفاف راح تنقص، راح تشوفوا بعدين كيف. فالآن إحنا جاهزين للمرحلة الثانية اللي هي تنظيف الصوف من الخلف بشكل كويس. طيب هيك فردناه على اسمنت بسطة أو كونكريت، اللي رح نعمله رح نزيد عليه من الصابون دو الجلي زي هيك، وبأصابعنا نفركه ونحاول إن ننظفه قد ما نقدر. شايفين كيف؟ ممكن تستخدم فرشاية كمان، بس يعني شوف اللي مناسب، حاول تتغلغل جوا الصوف عشان ايش؟ عشان الريحة تطلع، ريحة الغنم. شايفين كيف يا جماعة؟ كيف اختلف معنا 100%.
هاي الخطوة. الآن هسه راح نحاول نقشط الصابونة عنها وبعدين نغسلها ومرة ثانية كمان نعملها، نفركها مرة ثانية ونعملها، نتأكد انه نضيف كويس يخفف علينا شغل قد ما نقدر. الخطوة اللي هي خطوة الستريتش، عندك زي ما انت شايف عندنا فريم احنا هذا هيو زي ما انت شايفين، وانا كانت قطعة حديد عندي موجودة فما عملت فيها اشي، هي هيك كانت، لكن انت تقدر تستخدم قطعة حديد زي هيك او تعمل لك فريم بالشكل هذا بخشب او اللي بناسبك. بس المبدأ واضح، المبدأ انه شايفين الخيطان هاي كلها، هاي رح نعمل زيها حتى نربط فيها الجاعد من كل زاوية. الخطوة هاي مهمة جدا في البروسيس تبعت الجاعد، لأنه إذا بدك إياه يطلع طري مش ناشف لازم يكون مشدود على الفريم تماما، مشدود للآخر وينترك لمدة 3 أو 4 أيام حتى ينشف تماما، لأنه مبلول بعد ما نظفناه فلازم ينترك ينشف تماما، ولازم كل يوم تيجي وتتأكد إنه الخيطان لسه مشدودات، لأنه اللي بيصير معك لأنك بتشده بس يجي ينشف برتخن الخيطان، فلازم تضلك بتشدهم كل يوم لحد ما يوصل للحد الأقصى تبعه. قد ما تشده وتخليه مشدود قد ما هو يطلع البرودكت معك من الآخر. فعشان هيك أنا قررت، أنا أول كنت أستخدم حبال زي ما أنتم شايفين وأعمل فيهم الشد هذا، بس المرة هاي قررت استخدم اشي ثاني، نقول له احنا زب بلاك، عبارة عن بلاستيك اغلب اللي بيشتغلوا بالسيارات بيعرفوه على الاغلب، لكن بورجيك اياه خلال لحظة، وهو بس يعني بيسهل عليك عملية الشد كل يوم. الان رح نعمل الثقوب اللي نربط فيها الخروف، فاي منطقة تكون بارزة زي هيك هاي طبعا بدها فيه يكون فيها حبل، واي منطقة واطية لازم يكون فيها حبل زي ما انتم شايفين. المناطق الكبيرة اللي زي هيك مفتوحة لازم يكون فيها أكثر من واحد. قد ما أنت تحط على الداير قد ما يكون الجاعد مشدود وقد ما تكون النتيجة ممتازة معك. لما تيجي بدك تعمل الفتحة ما بتعملها بالسكينة بشكل طولي زي هيك، وين الاتجاه اللي راح تشد فيه؟ هذا راح تشد فيه الاتجاه هذا، فما تعمل القطع هيك، بدك تعمله بالعرض، لأنه إذا بتعمله بالطول بس تشده راح ينزع الجاعد. فتأكد هاي خطوة مهمة، إنك لما تيجي تفتح الجاعد تفتحه بالعرض، بعرض يعني تكون زاوية 90 مع 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 اتجاه الشد.
شايف كيف مسدود؟ والله الآن نورجيك كيف أنت تتأكد إنه الحبل مشدود. لازم تلمس الحبل، شايف؟ لازم يكون زي هيك مشدود الحبل. إذا تلاقي واحد مرخي زي هيك، هاي فائدة اللي حكينا لكم عنهم الزبلاك. لما تلاقي واحد مرخي بس بتشد، ما في داعي تفلت الحبل ولا شيء. وبهيك حبايبنا بنكون عملنا له الاسترتش، بنتركه لمدة يومين أو ثلاثة أيام حسب الوقت اللي بيحتاجه إنه ينشف، وبعديها بكل يوم بنيجي وبنشيك على الحبال هذول ونشوف إذا هم ارتخوا ولا لا. اللي مرتخي بنشده فيهم، لازم باستمرار تخليه مشدود عشان يعطيك النتيجة الأفضل. وبعدها بنورجيكم كيف بنعمل التانينج للجلد تبع الخروف.